كولي زامي لاباس عليكم اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقدم لكم اون امي دونفونس سهير شامبيون دو موند شامبيون فرانكوفون شامبيون دو ماروك دو جودو وكانت افون اون امي دونفونس كانت شامبيون دو ناتاسيون كانت معايا في ناتاسيون اي كي افيري فور لو جودو وبقينا الحمد لله دائما على الاتصال. يلا كانت عندي ديرنييرمون في باريس ودابا تشوفنا ونشوفوا اشنو جابت ليا باسكو انا عارفاني راك انتم عرفتوني دابا اتاي 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 ديجا اتاي سامي اختي راكي عزيزه و فريمون كوم تو لافي دي لامي دونفونس راكي عزيزه وعزيزه بزاف عمرنا ما نساوك حتى تجيك تجمعينا في المغرب وما كنسخاوش بيك استادير تو ميريت زعما شنو نقول لك اي حاجه تو ميريت ولكن انا جو بريفيري توفخير سميتو شي حاجه اللي غادي نستافد منها هذا في اتاي حيت كنشوفك ديما باغمي المحبين ديال اتاي انا جبت لك اتاي صحراوي ميرسي بوكو سي تري تري بو كادو كو جو في ديغوستي افيك امور كو جو في سافوري ميرسي بوكو وبارك الله فيك وغادي نتوحشك انا وكنتوحشكم وغدا غنمشي لباريس وما تخفيش بعائلتي انا تخفيت بحبابي وبجيراني اي ميزاني اي جو زان بوكو اي ا تري بيانتو حبيبتي غادي تجي لباريس انت قلتي لي ان جوان وانا انا غادي نرجع ان شاء الله في الصيف وغادي نتلاقاو جو فو سويت اون تري بون جورني اي ا تري تري بيانتو ميرسي بوكو سهير ربي يعطيك الخير ميرسي ما شاء الله ميرسي ما شاء الله ميرسي ما شاء الله